نسرين عن كهذا الله مركا وجميش أرسنال أمانت وليب عن ليه كرنا سوق كل إيبسجا أو فرنين أي عيارتي عصو أي سهيدن وأحنا لا يابله بسويدين أيوه جميش أرسنال جربتها إنه سياح الرجال كوبا دي مركا لقتهو جبريل جيسوس إنه أصل لعبتي أي واحد كمل تهاي حلي جل سوق إيبسدي أكله مهم إن أوها رنتي كوحدة شقدي سعي هوشي س جربتنا أوجا سولك أوجراء عي مركو جولك إسكعوني إنت أنا جبريل جيسوس أنا كهلن طبعا ترس دانا كهل دوانا سيجارة أو سيجلفتي س أدم ود إنه قناعة بس أدم وفي عن لكن فلهم كوح على قوي كوح سهلنا ما أهن ماشي كوجتنا كو عضينا سينك سو عياري ودم بي قلب قلب أي قشي لكن كوحنا كانت سيدات كوتشرت صدني سجال بعود ويان لبدي كل صدق هذه كل ود بيسي أو كي ما أنت وكوتشرو منا ببرع ويجشين لبنا ولا جبدي يعني هذا وحويان حدي كورن كبرع هيل لهاي يكيد تتنهام وكل أي بدين لهاي وحلاقي هذا لها ما أنت أفرتني أفري أفرتني شب ما كهذا لهاي عرفت أول ما أنت أفرتك وهاي مركا كرون كاس يركا أو ليفربول ببرع لوجلي تشيلسي لجبدي and سيلفر ويارونتي توبرا أهدو في عن عيارتو دي سنة يقان أرسل ماك أهدو بقيسي الدفاع هذا أهدو حما فولهم رونتي يعني واحد أوران كان ماشا مانتي لقى قبلي فولهم وحاجة الدفاع عيارتان يا أرسنال سولو هرتو مريضو انتان عيارتو قد قليل وحد مودا هرتو أرسنال يطاتنهم إني فولهم كباديان وحيفا إذا وين وجرتي لما كوحود وانا كوحها ليفربول يا كوحدة جلسي سببتو ما صح دي لما دي كلان يقودن بيسيفولها اي صوب بادين لهايين تاسمعنا هذا وحينا حتى كلان كي برايجل قلين هداي بادين لهايين حتى وحا عريري قل لهيد كوحدة توتنهام اسكب الداني وكاستل يا ليفربول يا واركوض حق بسكالي أنت جلسي أبونا سنت هنا وحيتا هذا almost السيدان لباطي تضبو كلان يارين كوحدة فولهام جرسي لكلنا يقع عن تقويستان تسمعنا ذو حين قندونا مركلا بدا كلنا يسوى آدن وغيران هدي اي صوب بديان كالينتان طوانا دي كولا ذو كون قطي لاستي شانتي كلنا لحدي كلنا يقودن بيسا اي كبح لأيين اي كبغنبو وحد مودا اي اي كبح دونان مركا تاسان كوهر مرسانا ورتو كلنا كأسنال ايو فونها متا نقود قلين مركا كلنا كنف هانتي ساان اسوى لابتو وحد مودا أرسنال شليتو ماشان وحا أغا هذا اللي إني واجب كتها إني قوليستان تينا ويرا عضي سببتو أوحي أغايين عيارتو إذا لبا أرنا استوسين أرنتو كوادو أهما جسيت شليت إني صوبديين ست إني تاي كوح طلانكي سنة أغدن بيسير قبرد أولي قاب كوريالكا لو قوليستو كوح غير قبرد بدن إيسان لحين وي أغايين فاستي براشر كاسا سارنا براشر كلاوادنا وحي إهد عيارتو إذا أرسنال وحي آمسين إلا تاقين هاي يعني ولي بقى يقينسين حلقة يكبر يسمع هاي هذا كسر بلاو كالين تطمنات الآن اللي كسر جار كالين تكويت مجلس كح سد أرسنال وكر أنا هذي بعضلو منن كح مرك مرك هريال ربطه سد سلوية قاينا وعشان تي كلنا يقودن بيسك هالله يعني عشان تي كلنا يقودن بيس أرسنال رمانت إني وده جوليستان أو ستي وكسر حتى أي كلهم برجع قلين مجلس يونايتد لابا برجع هالجول درة وطن توتنهام لبا جول درا اي وطان نيوكاسل اي ليفربول وركود بدا وحد تاس معناه كو عدينيسا ارسنال كلن ولبا اني او تahay كلن لايك فاينل او كلي marka arsenal marka guud ahaanteed meel aska dhigo aan u soo laabto tirsa saxiyada xil ciyaareedkan la sameeyay ma taqaan sababta ay kaga duwan yihiin tirsa iyo jorginho sababto ah waa ciyaartoy premier league fahansan صالة كاركتر زاد ما أنت طريقة وسمي طريقة يري المهم وحنا نقول عياريان ككلية إحنا عيارات جديدة بريمير ليج أنت العيار عيو صدحلي نضليو صدحلينا عاويو أكتوبر وسمي ليفربول صدحلي كدليه ما أنت أنا صدحلي عاون وسمي صدحلي جول أرسنال كوباريان سجع دليه يعني واحد مدامك التاريخ ويران صغار أديان وحأقدم بيسنتي كزار لا أقدم بيلعب كسر حتوان كيس بريمير ليج كسمي مركا حيكون عدينا سا أرسنال سوق على شدة ترزات إن يسمرنا بكو قصارين الكوفة إذن واللي هو جوان صحن ها مركا لو جراعي صحيح مدرك إن ترزات سوق على تان أو بريمير ليج واحد بدن كي يقانو
وحي هاد تاتيكا في عام واستعمالي إن أرتيتا شغلة أسي اسمه بدلو توبريال وحاجر بريمر ليغا سبوع برنوع كو عيار بصالو كو كوارديولا تضباطي وحاجر تي سدح أفر سدح وكو عيارة أفر سدح سدح وكو عيارة متكا تان هاك أحدو أركي يعني شحظة مربو بدلو إن سيدو قلي توبرياش آن اسمه بدلين كولا باقا ميدي أرتيتا نواصيدا سو قلي هدي تضبط كي بريمير ليج وبلابنا أفضل سدح سدح وكل عيارة إلا يهدد أفضل سدح سدح دي سوق عيارة بقص الأوجي الشح وكقول السكر إنه تهاي آديات وكقول رأسنا هاي أرنت ترسات إنه يهاي صحيح رنتي عجيبة قربت الدقائق يصير رنتي عادي مع هاي عيار كستنا وجدة سدوم مهم يهاي أرسنا مرك هاد واحد مودة ما أنت عيارتي أي هاي ستي أو إمك عياري سي أو كوبي تمان كان جرانك كوتشرت مرك هاد إياكتو een waxa kaliya laga baqay waxay arsan la wacayda horta gabriel jesus oo maqnaa ilaahay koobka koobka adduunka inay heerka soo gaareen runtii wax ajeeb ah yahay een ya marka maanta u joogay kaydka gabriel jesus oo ayartu wax ka bedeli kara een jorginho oo wax ka bedeli kara qadka dhexe nelson oo garab wax ka bedeli kara smith rowe oo dhex iyo garab noqon kara holding oo difaac wuxuu doon ha noqdo laakiin difaac caawin kara tumiyaso oo baalaha midigeli kara fabio fiera oo qadka dhaxa gali kara marka aad fiirso ciyaartoyda ku jirtay dhamaantoodba kaydka waa ciyaartoy aan ka dhicin mid kale isbeddelku sameeyay inaad u jeeday afarta ciyaartoy soo galiyay een tumiyaso white ku beddeshay sijanko tini ku beddelay sako nelson ku beddelay trosda gabriel jesus ku beddelay martin ili fabio fiera ku beddelay een waxaan u maleynayaa qaybta dambe ciyaarta muhiimadiisu waxay ahayd inuu ciyaarta maamulo gaar ahaan markii gaartay 70 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo sababtoo ah hadii gool uu dhalan lahaa 60 daqiiqo iyadoo Fulham aan ognahay Silva inuu la soo hadlay qaybtii dambe ee ciyaarta uu ku yiri sidana si ma ahan dhamaan gurigii nibay joogan 12 baad ku ciyaareysaan 9 bil baad ku dhalateen sidan iska bedela marka waad u jeeday inay goolanka ku soo galeen Fulham fag koox runtiina aan fiican way Fulham oo runtii aan sabto ah iyada horyaalka ku cusub kooxa kale meesha laga hadlayo in dhici doonaan ayada waxa laga hadlamaa Europe ay ka hadlaysaa Conference League iyo Europe League inay galeen bay ka hadlaysaa Champions League xagga iska dhig marka aan Arteta wuxuu ka fakaray waxa ay ahayd 60 daqiiqo hadii aan gool u dhasho wax ka ciyaarta noqon karta inay ka dhici karaan ogowna Arsenal sanadkan waxa ka mid ah kooxaha goolasha ugu badan ka dhasheen yaa wixii koobka adduunka ka horeeyay inta la bilaabay goolashi laga dhalin jiray way yaraay laakiin hadda goolasha laga dhalin way badanyeen marka waxay kala maanta noqotay 14 kulan oo banaanka ay ku ciyaartay 11 kulan inay badisay een taasna way fiican tahay waa saddexda kulan oo ma taqaana een aan ognahay een in dibaca dhumisay oo banaanka ayuu joogto martiya marka kooxda ugu fiicanna weeye markay martida tahay oo badina oo yaacni waxa ula jeeda een gool gaarta Fulham oo kala markaad fiiriso ma xubeen shaxdooda inkastoo isku dhaxayacsanaayeen gaar ahaan wiilkan lambarka 33 oo Robertson oo galabta Saka uu dhibay shax wuxuu ku ciyaaray xitaa Cabsilaana Silva oo 4-2-3 halbu garoonka ku soo galay Mitrovic oo kala maanta ma muuqan een wiilkan een Solomon oo kale leftigiisa waxa ma ahayn marka Fulham goolka kowaadna si fudud uga dhashay waliba ayagu gool laga diiday Arsenal in goolkan hadana si fudud uga dhasho kan laba si fudud uga dhasho dhamaant waxay ahaayeen goolal waxay ahaayeen laga waaban karaan bay ahaayeen ciyaarta marka aad fiiriso Arsenal baa gacan sareysa inkastoo ay isdheer yihiin 10% contention ba Arsenal kubadda haysatay Fulham 104% kubad isku daygo ma xumaa oo 15 bay dabacday Arsenal ay wax dhaliso 7 bay ku aadisay 3 bay dhalisay Fulham 12 bay isku dayday laba mar ayay kaliya ku aadisay waad garan kartaa labada marba waxa qabtay goolhayaha Ramsdale marka taa laftigeeda waxay u ahayd arin aad iyo aad u fiican een kubadaha geeska laga qaado kale 8 een bay Arsenal heshay Fulham 4 bay heshay lana soo horyaalka kooxda ugu fiican ee set piece waxa la yiraahdo ama kubadaha madaxa lagu dhaliyo ama testada kooxda ugu fiican waa Fulham marka inay maanta saas u difaacday Arsenal oo xitaa clean sheet ay ka soo qaadatay garoonkaas wax weyn bay u tahay een goolashana waxay sameyn kareen galabta anoo ciyaarta waxaan islahaa ma lix bay dhalin doonta Arsenal ma toddoba bay dhalin doonta saddex gool bay dhalin doonta isma walahayn ba waxaan ku xisaabtami kartaa waxa weeye
een goolasha muhiimka ay yihiin ayaad ka garan kartaa sababtoo ah imika Man City waxay leedahay 42 gool Arsenal waxay leedahay 37 gool marka goolasha laftigooda muhiima een Arteta oo kala wandireeyay galabta wuu walwalsan laftigiisa wuxuu islahaa een Fulham oo koox dhibban hadii gool dhalisa waxa dhici kara inkastoo ciyaarta goolki Martin Odegaard wuxuu xasiliyay oo Arsenal guusheed u xaqiijiyay laakiin Arteta waxa muddo ila 8 kii la soo gaaray nervous buuha walwalba ka muuqday een marka 66 dhibcood inaad heshay waa muhiim arrin kale oo muhiim aan xusi doonaa waxa weeyaan toddobaadka soo socda een Arsenal waxay u tahay toddobaad muhiim u ah maxay yeelay een waxa dhici doonta een kooxaha qaarkood waxay ciyaari doonaan een waxa la yiraahdo FA Cup ka la ciyaari doonaa Premier League qaarkood ma ciyaari doonaan een marka waxay ka faa'iideysan kartaa Arsenal waxa weeye ahad 19ka bisha Arsenal Crystal Palace bil ciyaari doonta meesha Man City ay ciyaari doonto een FA Cup sidan filayo een oo la ciyaari doonta Burnley bil ciyaari doonta marka macnaheedu waxa weeye Arsenal marka halkaas waxa ka heli doonta kulan bay ka heli doonta oo dheeraad u noqon doona ciyaar inkastoo master baaq noqon doonto marka een ciyaartaas marka Man City ba shalay waxay ciyaartay FA Cup ma ciyaari doonto laakiin Arsenal fursad bay heli doonta marka kalsooni badan bay qaadan doonta oo waxay tigi doonta 69 dhibcood Man City marka toddobaadka ku xiga ciyaari doonta ciyaar baaq u noqon doonta laakiin 8 dhibcood bay noqonaysa marka xogaa kalsooni baad gali doonta waxaan u maleynayaa 2-3 kulan kadibna waxa wada ciyaari doona Arsenal iyo Man City kulankaasna waxaan aaminsanahay inuu yahay ciyaarta horyaalka lagu kala bixi doono hadii Arsenal ay baliso kulankaas oo Man City iska reebto waxay ila tahay Arsenal horyaalka in ay leedahay laakiin hadii laga badiyo horyaalkan lugta ayaa isku dhiganaan doona marka gool muhiim ah runtii ahayd een aan ka hadalno marka Gabriel Jesus iyo soo laabashadiisa wuxuu ciyaarta ku darsan kartaa ku darsanaysa een taageerash Arsenal galabta waxay u ahayd een sahih cusub oo kale een marka inuu u soo laabtay een Trossard ciyaartu la qabsaday een ciyaartu kale xagga iska dhig lagama sheekeyn karo nikale yara Thomas Partey iyo Odegaard iyo lagama sheekeyn karo laakiin Gabriel Jesus xilligi Arsenal ay u baahnayd oo horyaalka muhiim u ahaa miyahay Nasreen een adiyat horto mawlido ana aragtay waxa qaba horto wax weyn ay u ahayd soo laabashada Gabriel Jesus oo Arsenal xilligan u soo laabtay wax weyn ay u ahayd balse waxa qaba Arsenal uma dhutinin maqnaashiisa xitaa hadii xil ciyaareedka inta kari man uu maqnaan lahaa waxa mudda Arsenal uu isbasareen lahayd sida isku soo basareysay waxyaabaha maanta aadka ii soo jiito waxaa ka mid ah saddex leeda weerar lama dhihi karo mid ka mid ah waa qad dhexe labana waa weerar saddex leeda ugu halista badan Arsenal aan raado xil ciyaareedkan marka laga soo tago kooxda PSG inay Arsenal haysato wax la yaab leh ugu noqotay yacni xitaa isagoo uu maqan yahay Gabriel Jesus Arsenal Martinelli Isaki Odegaard waxay noqdeen saddex lee isla ciyaarto weerar iska dhex Odegaard ta qad dhexu ahaa laakiin weerar isaga dareenaa oo 10 gool hal koox u dhaliyay horyaalkooda kaliya hal koox ay jirto waxayna ahayd PSG oo Neymar iyo Mbappe iyo Messi ee 10 gool ay ka badan xil ciyaareedkan ay dhaliyeen maasi marka waxa kaaga cad pointiga soo kala marka aad aragtid xitaa hadii Gabriel Jesus uu si maqnaan lahaa xil ciyaareedkan inta ka dhiman Arsenal uma dhutin lahayn halgankan ay ku jiraan way ku sii jiri lahaayeen laakiin hadda waxaad moodaa wanaag ku daro un waaye soo laabashada Jesus iyo bandhigan ay sameynayaan weerarka ilaa ay qadka dhexe kooxda Arsenal waxay ka dhigan tahay inay isugu toosan tahay point kale waxaa jira oo aad u muhiimsan aan rabay inaan ka hadlo oo ah hadii Arsenal xil ciyaareedkan dhamaadkiisa horyaalka ay la baxaan waxay noqon doonaan 10 sano ugu dambeysay kooxdii ugu suuqgalka yarayd ee haddana ku guuleysatay horyaalka Premier League sababtoo ah ognahay Arsenal 100 milyan adiga 300 iyo lacag u dhow suuqas kuma bixinin saasay tahayna inay ka dulqaadaan kooxo qarashaad fara badan suuq ku bixiyeen waxayna noqon doontaa horta wax lagu ammaani doono Arteta baal dahabna ka gali doono taariikhda kooxda Arsenal marka Arsenal xaaladeeda isugu toosan tahay ayaga isugu toosan doona dana Gabriel Jesus soo laabtay idmiinis inta ka dhiman xilli ciyaareedka hadii dhibic ay lumiyaan
يرتوي حتى عيب يكون قندون تان يكون قندون تا صوبتو اه ايوغو يرتوي اكم قنيين صوب دقا لمين هير كان سو غارين ايوغو ميت كمين يرتوي اغو ميمسان او او اما علينا إلا ما أهان إن كل ما ده صوص عضنا اي سفرود لبعقلو من دونان آدياد وأكون رعسنا هاي إن كوبي تمان كلهم بهدا قدمان تدوي لا تكلم بيعيارين وهي أباهينهين تمان كلهم إني بديان إن تمان كاس كلنا هدي كلهم كم ما ستة وكم من نقطة إن وهي مركز حالات في عنو هي ولحد بعض يعني سديد بعض مركز هوريا هوريا كقمنا سأو سجال بعض وباهن تاعي مركز هدي كلهم كاس ما ستة ومهم ويا هاي أنا وحن قبى أرتيتا ugu yaraan xitaa dibic u qaato kulankaas oo ku tala garo badis iyo barbarda lawada mid ay noqon karto inkastoo Man City ay fiican tahay laakiin hadana shara waa ogeyd aan gol kulad loo oran karo 100kiiba 100 ma ahayn ee gol kuladka ee ay ku badiyaan marka kulanka Emirates Stadium ba qaldana runtii in laga badiyo